فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجمع الذهب مع الفضة لإكمال النصاب؟ نعم، يضاف هذا إلى هذا لإكمال النصاب. نعم. ثم يقول حفظك، لأن المقصود بهما واحد. نعم. ثم يقول حفظك الله، وأي نصاب يعتبر، نصاب الذهب أو الفضة إذا جمع؟ وأي نصاب يعتبر، هل هو نصاب الذهب أو الفضة؟ الأقل يعتبر، الأقل، النصاب الأقل. نعم.